الحمدان لاعب ممتاز جدا في وسط ميدان الترجي الذي توزي هو المنتخب هرب اللي بيدخل حمد الهوني كرة خطيرة حمد الهوني بابا بابا جول جنش في جهة وكرة بالرمضان في جهة بكل قوة يسدد بالرمضان الكرة الثانية بالرمضان الكرة الثانية بالرمضان ممتازة جدا بالرمضان والهدف الأول محمد علي برمضان يسدد ممتاز هدف التخيلي في مناسبة ويدر ويدر وهدف التعادل محمد علي برمضان